نيجي بقى للمصيبة السوداء اللي محدش عارف لها حل، دي الهكس واللقطات الرخيصة بتاعت برنامج السيسي وشهادة مدام انتصار لجوزها المتع الفتك وشماعة غزة بعد شماعة أوكرانيا وكورونا. بعيدا عن كل ده كان في احتفال أسطوري بين اللجان الإلكترونية بسيلفي رئيسة المجر بتاخده مع السيسي، الاتنين بياخدوه اهو، اهو واقفه تاخد سيلفي مع السيسي. حلو حلو جميل. الصوره دي بقى لجان السيسي فرحت بيها وحصل عندهم هياج عاطفي، وكتبت اللجان شويه بوستات لوز العنب. بص بقى، بص خش بقى البوستات المحرومه بقى. اللي بتاخد سيلفي مع القمر ده، يا ولا مع القمر بتاعنا، انت محمد معانا ولا مع الناس التانية؟ قال لك اللي بتاخد سيلفي مع القمر بتاعنا، محمد انت تبع مين؟ سيبك من البطاقة، احنا ما بنصدقش البطاقة، انت مش متعصب للذكورة يعني؟ اللي بتاخد سيلفي مع القمر بتاعنا ده مش اي واحدة يا جدعان، ومش معجبة من المعجبات، دي رئيسة الجمهورية كبيرة اسمها المجر، وربنا يا جدعان، والست نسيت البروتوكول والقواعد الدبلوماسيه وهتموت من الفرحه عشان تصور مع السيسي وتعاير كل ستات العالم بالصوره دي. انت في حاجه يا محمد ولا ايه؟ انا بدات اقلق. في حاجه يعني العالم، طب حط العالم جنب الصوره كده يعني عشان بس نبقى فاهمين احنا بنكلم مين يعني. اوكي. كان في لقطه ثانيه بقى مريبة، هي نفس الست قابلت البابا تادروس ماشي، فطلعت التغريدة دي، كتبت التغريدة دي، كتبت قداستكم البابا تادروس لقد كان لي شرف أن ألتقي بكم مرة أخرى، نحن متحدون بجذورنا المسيحية المشتركة من خلال حماية حرية الدين والقيم العائلية والوقوف ضد اضطهاد المسيحيين. سوري معلش، الوقوف ضد ايه؟ اضطهاد المسيحيين؟ انا مسيحيين اضطهاد؟ احنا رجعنا للنغمه دي؟ تقصدي مين في مصر؟ معرفش الحقيقه، معرفش تقصد ايه بكلمه الوقوف ضد اضطهاد المسيحيين. الحقيقه ده خلى الناس تدخل تقول لها على حسابها الشخصي، مفيش اضطهاد في مصر للمسيحيين واحنا عايشين في سلام، واللي قال لها كده مسيحيين اهو. مرحبا بك في مصر ام الدنيا، واعلموا ان مصر ليس بها اضطهاد ديني، نحن نسيج واحد مسلمين او مسيحيين. معلش مفيش اضطهاد للمسيحيين في مصر، كلنا نعيش مع بعض بحب وسلام، وإن كانت في حالات شاذة، يا راجل شاذة ما تكتبش كده، فهذا يحدث مع الإخوة الأشقاء، لكن ولكن ما تكتبش كده. أشهد الله أني مسلم، لا أحمل الكره لأي مسيحي في مصر، وأتمنى أن تدوم بيننا المحبة، والمحبة ما تكتبش كده، والسلام، أهلا بك في مصر أرض السلام. بلال قال لها المسلمين والمسيحيين في مصر بينهم جينات واحدة. لكن السؤال هو ليه ابونا تادروس ما طلعش يقول لها اضطهاد اللي بتتكلمي عليه اللي كنا بنناقشه ده؟ او يقول لنا احنا اضطهاد اللي كنت بتناقشه مع الوليه دي؟ يكونش تادروس بيكذب عليك ويقول لك المسيحيين في مصر وضعهم بقى وحش؟ انا صراحه ما انكرش وضع المسلمين والمسيحيين في مصر اقتصاديا منيل ب60 نيله، ده مش لاقين ياكلوا. لكن في الحريات الدينيه المسلمين جاء عليهم وقت دلوقتي بيطالبوا بالمساواه مع المسيحيين، عايزين شويه حريه اللي زيهم يعني. انا مش هكلمك عن هدم المساجد ووضع الكنائس في مصر اللي بيتقنن مئات منها، ادي خبر اهو، تقنين واوضاع 581 كنيسه ومبنى تابع في 2022 في سنه واحده. انت بتتناقشوا في ايه؟ اضطهاد ايه؟ معلش طب يمكن ما تتناقشوا في اضطهاد المسيحيين في فلسطين مثلا، والجريمة اللي حصلت في الكنيسة من فترة بالقصف الإسرائيلي للكنيسة دي بتاعت الروم الأرثوذكس، والبطركية اللي هي برضو
اللي وصفت القصة دي بأنها جريمة. حضرتك كلمتها في ده يعني؟ وقتها توادرس بدل ما يقول كلام في الصميم يعني، وأن دي جريمة حرب وإجرام وحاجات بقى، ويعلن تضامنه، مالش أي حاجة خالص. أي ما جابش ست الكنيسة دي خالص، لأن قبلها كان قال كلام مايع وسوى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. الكنيسة تعرب عن رفضها واستنكارها للأحداث بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. تعرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا توادرس عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية بين الطرفين. ده موقف الكنيسة. إذا كان البابا توادرس والكنيسة المصرية موقفها كده، محتاجين من توادرس يقول لنا إيه بقى عن اضطهاد المسيحيين اللي بيناقشوا مع رئيسة المجر، وإيه موقفه من اللي بيحصل للمسيحيين والمسلمين في فلسطين؟ مش هيقول حاجة. بيناقشوا اضطهاد، قضايا اضطهاد المسيحيين فين؟ أنت مالكش ولاية؟ كان زمان الكنيسة المصرية دي العربية أثيوبيا مالكش فيه، اضطهاد المسيحيين في السودان مش بتاعك، اضطهاد مسيحيين نتكلم عنه. ايه يا ابونا، هو انت تصوم تصوم وتفطر على ما فيش؟ اصل البصل غالي.